أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين، معكم رائد الخضر وجولة صباحية في الجلسة الأوروبية اليوم. الأبرز هو انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 1998، حيث وصل الزوج إلى مستويات 136، وهذه إشارة ضمنية إلى أنه الين الياباني هو في أدنى مستوياته نتيجة للبعد الكبير في السياسات النقدية ما بين الفيدرالي الأمريكي الذي يقوم بتشديد أسعار الفائدة والمركز الياباني الذي يحافظ على سياسة تحفيزية وتيسيرية بشكل كبير جدا. في نفس الوقت أسعار النفط تعود تحت الضغط مجددا، نشهد يعني نوعا ما قلق ومخاوف كبيرة في الأسواق. يوم أمس كان واضحا بعض التراجعات في الأسواق، وهذه التراجعات وخصوصا خلال الفترة المسائية كانت بشكل واضح نتيجة القلق من الدخول في ركود اقتصادي، فرأينا تراجعات حادة في أسواق النفط في أسواق الأسهم إجمالا. ما يلفت للانتباه أيضا البيانات اللي صدرت من بريطانيا اليوم تشير إلى أن التضخم عند أعلى مستوياته منذ عام 1982، وصلت مستويات التضخم إلى 9.1%، ولكن التضخم الأساسي والذي يستثمر منه الغذاء والطاقة أظهر قراءة متراجعة عن التوقعات بعض الشيء، ولكن ذلك لا يبقي الجنيه الاسترليني تحت الضغط أمام قوة الدولار الأمريكي. الجنيه الاسترليني عند 1.21. الذهب كذلك الأمر يعني بدأ تحت الضغط مرة أخرى، يدخل وهو عن مستويات 1825 1824 دولار للأونصة، ومستويات الدعم الأولى هي مستويات الدعم النفسي عند 1800 دولار للأونصة. سريعا إلى مخطط السعري الخاص بالذهب. كما نشهد أسعار الذهب نشاهد حاليا تتداول أسعاره منذ تقريبا 9 مايو عند مستويات أو في نطاق لا يتعدى ال 74 دولار تقريبا، ونلاحظ بأن المتوسطات المتحركة تشكل يعني محورا سعريا حوالي 1840 دولار للأونصة حاليا. هذا الاتجاه الهابط على المتوسطات المتحركة، وأيضا يأتي معه أنه عندنا الماك دي كسر مستويات الصفر، وذلك بالنسبة لخط الإشارة البطيء، وأيضا لدينا قراءة مؤشر الـ RSI هي تشير إلى انخفاض عند مستويات الـ 40. كل هذه الإشارات تعطي أنه نحن عندنا ضغط بالاتجاه الهابط، وهذا الضغط بالاتجاه الهابط يستهدف مستويات الدعم عند 1800 دولار للأونصة. طبعا في بعض المتداولين ممكن يشوفوا عندنا اتجاهات جانبية، فرص جيدة للمضاربة اللحظية أو خلال تعاملات اليوم، يستغلون التداول ضمن نطاقات محدودة. هذا النطاق المحدود لتعاملات اليوم ممكن يكون ما بين مستويات 1817 وصولا إلى مستويات 1830. هذا كل ما لدينا في جلسة اليوم، نشكر لكم المتابعة وأراكم في الفيديو القادم.